will start in Libya, where there's been significant movement in the country's ongoing civil war. The war in Libya has taken a dramatic turn as rival air forces. الحرب المستمرة في ليبيا هذه الحرب يدفع ثمنها في النهاية أبناء الشعب الليبي. الصراع بين الأخوة الأعداء لا يزال يتناثر فصلا تلو آخر. Aimed at ending years of conflict in Libya, Germany says its aim is to stop Libya from becoming a second Syria. Yeah. امسح مات هو انسى اللي فات معمر ومات ديروا قلوب يا بويات قتلتونا بالحرب هبلتونا بالوحدات تقسم جيش وميليشيات وخلي عزاها سكات ندوي وجعني الحال درنا ثورة وحكم ودال مسؤول في رزق يبال والعيشة ولدت زبال استحشنا راحة البال والقدر اللي كان توا ملصق بالدفال شوف العشب والكلب حدث ولا حرش شعب من 2011 يدعي ربي فرج الله يرحم يلي مات واللي مات يا ويله قداش قتلت تروح وقداش ردت عيله والقلب كيف يجوع يولع لديله ما فيش خير فم الخير انت تسقيها بدمك هي تعطي للخير تغير التنفوس والعيشه ولد كابوس انت تجيب في السوري والتاني يقود للروس صواريخ بمليارات المصرف ما فيش فلوس العمر مشي بالمانيكا يا حابس يا حارب ولا البر هارب ولينا فيران تجارب وهذا اللي وصلنا لبراي البويات الخارب هي بلاد الموت هي اللي تقتل في الكوفية هي جابت البرانية ضحكت عليك وعلي وفها هي لا تنفع رجلة لا بيتية وما تقرأ إلا العيب من فارس للصفحة مية وهي بلاد الموت هي بلاد الموت هي بلاد خلت ناس شلت ناس رزق ناس شلت يهمش درتو العار على شاشة والنت شا مخفوط ركب التيوتا وعنده بيك كافاها في الصبح يخدم دولة وفي الليل في حجر مالاها مسكين الراقد ريح هو الباتت فيه وكلاها اقعد غادي واستنى لين بلادك تتهنى ومنور يا تشم وان شاء الله تخش الجنة معاش طرابلس ولدت طرابلس نكتو انتم الفلوس والشعب نكال فلس والجار بايع جارة والعيشة ولدت تخنس اقرن وقص وتريس ما فيش حد كويس وفي اللي نيت صبت والله يرحم الويس ياللي بعتوا البلاد دم الاولاد مش رخيص ما يبوهاش التم واللي بي يقعد فخيم باش يحلى الجو واللصف عبي وتلم كثب هات تنقام وتمشي القدام بلاد ناكت شعب وخافت على المال العام خلاص تم الكلام هيا نستو بعض وعليكم السلام هي بلاد الموت هي اللي تقتل في الكوفية هي جابت البرانية ضحكت عليك وعلي وفها هي لا تنفع رجلة لا بيتية وما تقرأ إلا العيب من فارس للصفحة مية وهي بلاد الموت هي بلاد الموت هي